النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفتة المصري بالخل والثوم بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الفتة المصري بالخل والثوم، والطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كمية اللحمة اللي هسلقها، معايا هنا حوالي 2 كيلو لحمة، وبصلتين متقطعين، طماطماية، مكعب مرقة، فلفل اسود وملح وورق لورا، ده لسلق اللحمة. معايا 3 كوبايات رز، هعمله رز ابيض عشان الفتة بتاعتي. اول حاجة هعملها هنسمي وهنسلق اللحمة مع بعض. بسم الله. حطيت الحلة بتاعتي على النار وحطيت فيها نصها مية، المية غلت. دلوقتي هنزل البصلتين اللي مقطعاهم والطماطماية واربع ورقات لورا ومكعب مرقة الدجاج. مش هحط الملح والفلفل دلوقتي، هسيبهم بس اول اللحمة تاخد غلوة، وبعد كده هحط الملح والفلفل الاسود. بصلتين، اربع ورقات ورق لورا، مكعب مرقة، هنزل باللحمة. دي لحمة ضاني على لحمة بتلو، يعني نوعين لحمة على بعض. اللحمة بس تاخد غلوة على النار، وبعد كده هنزل لها الفلفل الاسود والملح. اللحمة بتاعتي اخدت غلوتين، هنزل عليها بالفلفل الاسود والملح. سيبها تاخد غلوتين كمان لحد ما تستوى، وبعد كده طفي عليها. هنعمل مع بعض الرز. حطيت 3 معالق كبار سمنة، لكل كوباية رز معلقة سمنة. السمنة تسيح وتسخن، هنزل عليها بثلاث كوبايات مية، عيار المية قد عيار الرز. خلاص السمنة بتاعتي ساحت وسخنت، هنزل عليها بعيار المية اللي هو قد عيار الرز، 3 كوبايات مية. هحط في المية 3 معالق ملح صغيرين. من معلقة الشاي 3 معالق. حطيت 3 معالق ملح، هسيب المية تغلي. اول ما تغلي هنزل الرز بتاعي. الرز طبعا غسلاه، نقعاه وغسلاه. خلاص المية بتاعت الرز بتاعي غلي، هنزل الرز. هغطش على الرز لحد ما يغلي ويتشرب. اول ما يتشرب هوريكم هيتشرب ازاي، وهنعرف ازاي اللي هو اتشرب. بس دلوقتي هغطيه واسيبه يغلي. خلاص الرز بتاعي اتشرب، دلوقتي هوطي عليه النار زي الشمع. هعرف ازاي اللي هو اتشرب، احط المعلقه كده، لو المعلقه فضلت واقفه يبقى الرز بتاعي اتشرب. هوطي عليه النار زي الشمع واسيبه حوالي 12 دقيقه بالظبط هيكون استوى. هحمص العيش بتاعي. معايا 3 رغيفه بلدي، قصيتهم كده بالمقص زي ما انتم شايفين، حطيت عليهم معلقتين سمنه، وهحمصهم في الصينيه اللي انا هعمل فيها الفته. لو مش عايزين تحمصوهم على عين البوتاجاز ممكن تفردوهم في صاج وتدخلوهم الفرن، بس انا هنا بحمصهم في الصينيه اللي هعمل فيها الفته على نار هاديه بس عشان ما يتلسعش. خلاص العيش بتاعي اتحمص اهو زي ما انتم شايفين، هطفي عليه واشيله من على النار. هنعمل مع بعض الصلصه بالخل والثوم بتاعه الفته. عندي طاسة على النار حطيت فيها معلقة كبيرة سمنة ومعلقة كبيرة زيت. هنزل عليها بثوم مفروم عليه ملح وكزبرة ناشفة. بس كده هقلب
الثوم في السمنة والزيت لحد ما ريحة الثوم تطلع. عايزة بس ريحة الثوم تطلع، مش عايزاه ياخد لون. ده ثوم مفروم كان عندي في الفريزر، هقلبه بس في السمنة لحد ما ريحته تطلع. ريحة الثوم بتاعتي طلعت، مش عايزاه ياخد لون عشان ما يمررش معايا. هنزل عليه باربع معالق خل، ثوم ياخد غلوة مع الخل. قبل ما ينشف الخل انا محضرة طماطم ضربها في الخلاط. الخل بتاعي ينشف، هنزل بالطماطم ضربها في الخلاط اهو، واسيبها تتسبك. هحط الصلصة بتاعتي وهي بتتسبك على النار، هحط لها معلقة سكر صغيرة عشان الحموضة، الصلصة ما تعملش حموضة. خلاص الرز بتاعي استوى واللحمة كمان. هجمع بقى الفتة بتاعتي، هحط شوربة على العيش الناشف لحد ما طري العيش بتاعي خالص اهو بالشكل ده، لحد ما يطرى معايا. بعد كده هصفي الشوربه الباقيه منه. الصلصه بتاعتي بتتسبك على النار، هعمل الفته لحد ما الصلصه تتسبك. بوش العيش كده، خلاص انا صفيت الشوربة من على العيش بعد ما بوشته. احط الرز بقى، احط طبقة رز. لو بتحبوا الرز كتير هتكتروا طبقة الرز اللي على العيش. حطيت طبقة رز على العيش بتاعي، دلوقتي هحط اللحمة وهحط عليها الصلصة من فوق. اهو يا حبايب قلبي الفته بتاعتي بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، والشوربه طعمها تحفه. لو عجبتكم طريقه عمل الفته المصري بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام.